يسجدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم عبر شاشة الشارقة الفضائية في أولى حلقات برنامج الوعد الحق. برنامجنا مشاهدينا الكرام على مدار شهر رمضان الفضيل في تمام الساعة 4:30 بعد العصر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته بعد 1:30 من منتصف ليل الإمارات أيضا. ولكن كان التحدي الرئيس أمام هذا البرنامج وأمام مقدمة، من يتصدى لهذا الموضوع الوعد الحق كما سمعنا في صدر الآيات التي صدرنا بها هذا البرنامج. من يتصدى لهذا العمل تصدى له منذ 35 عاما في مجال الدعوة الإسلامية، وعرف بالدار الآخرة التي طبعت 3 طبعات وكادت أن تغطي جميع أرجاء المعمورة. ضيفنا وضيفكم في هذا البرنامج ليس عليكم بغريب، ولكني أثرت في هذه الحلقة أن أعيد تقديمه لكم لعل في الإعادة إفادة وفيها دروس وعبر، أهيب جميع السادة المشاهدين أن ينتبهوا إليها وأن يلحظوها من بين الأسطر. ضيفنا مشاهدينا الكرام هو الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في بداية الوعد الحق. تفضل الله منا ومنكم. بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل. بارك الله فيك. فضيلة الداعية الإسلامي الكبير، يعني أنا أتلو هذه الآيات وأنا أسمعها من الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله يضطرب قلبي ولا يستقر في صدري، باعتقادك لماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا الاقتراب من مسألة الآخرة وما يحيط بها من مدلولات وآيات الكتاب الكريم ترينا أن الحديث عن الآخرة وما فيها تقريبا تربو على 2379 آية. الله تتحدث عن الآخرة بمدلولاتها كلها. نعم، 2379 آية. نعم، ضبط التمام، يعني كما في الإحصاء 2378 آية. نعم، ضبط تمام. هذا الكم من العدد من عدد آيات كتاب الله 6236 آية، يعني يقفز أمام ذهنك لماذا اضطرب قلبك عند الكلام عن الوعد الحق وعن آية أو علامة من علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج، وهي تعطي عنوان لماذا نرقى بعد أن نموت. نحن درسنا مسالك الحياة كلها وعرفنا دروب الحياة كلها، وربما تخصصنا أو كثير منا في شتى أنواع الحياة التي تسير حياتنا سهلة. نعم. وغفل كثير منا عن دراسة ما بعد هذه المرحلة، بعد أن ألقى وجه رب كريم، بعد أن يحملني أهلي إلى بداية خطوات الآخرة، ماذا سوف يكون؟ ليس هذا رجما بالغيب ولا اجتهادا من أنفسنا، ولكن استنادا لنصوص كتاب الله وكلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم إيقاظا للغافل. نعم. وتنبيها للعاقل، يعني كي يفيق المسلمون من غفلتهم مرة أخرى. نعم. لكي يعمروا الدنيا بالنظر إلى الآخرة. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا الحديث الوجيز من ضيفنا فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، الذي سوف نسعد بصحبته وبرحابه طوال أيام شهر رمضان الفضيل والوعد الحق. وهو بعون الله تبارك وتعالى رشح من قبل أحد المجلات الأمريكية، وهي مجلة التايم الأمريكية، أحد أهم 100 شخصية سوف تغير العالم في القرن 21. وهذا الكلام مثبت بالمجلة، مجلة التايم الأمريكية، وهو أكاديمي التعليم، فقد تخرج في كلية الزراعة وحصل فيها على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية، ثم عمل بالمركز القومي للبحوث في مصر، ثم انتقل أستاذا في هيئة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، ثم تفرغ للدعوة وبدأ فيها منذ عام 1970. وفي عام 1972
صدرت حلقات الدار الأخيرة التي عرف بها، ولكن في هذه الحلقة سوف نعيد إخراجها منه بشكل جديد بما يتلائم مع روح العصر وهذا الزخم العلم والتكنولوجي الذي نحياه الآن، وهو ليس عليه ببعيد وليس بغريب، فهو رجل أكاديمي بالدرجة الأولى. مع عمر عبد الكافي والوعد الحق بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام، نحييكم مجددا ومعنا نرحب بالدعاء الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. عمر، يطيب لي في بدايه هذا البرنامج ان نعمل على سبر اغوار الجانب الشخصي والجانب البيتي لفضيلتكم، ولا سيما حينما جاءتني الاسئله تترى من قبل معظم المشاهدين بانهم لا يعرفون شيئا عن الداعيه الكبير دكتور عمر عبد الكافي سوى هذا الاسم فقط، ولا يتجاوز هذا الاسم عمر عبد الكافي. فهل تسمح لنا من قبيل أن الإعلام يسلط الضوء على المشاهير من الفنانين والفنانات ونجوم الكرة وكذا وكذا، وإن كنت أرى شخصيا أن من يسلط عليهم الضوء هم العاملون في مجال الشريعة الإسلامية ودعون الناس إلى الخير وإلى الجنة والبعد عن النار؟ والله أنا أرى أيضا أن تسلط الجوانب أيضا على كل أب صالح يربي أبنائه تربية صالحة، يعني يسلط على كل موظف يتقي الله رب العالمين في عمله، يسلط على الأم التي ترعى أبنائها وبناتها كوزيرة اقتصاد ووزيرة التربية والتعليم ووزيرة مالية في داخل البيت المسلم. هؤلاء كلهم الذين تسير بهم الحياة، وربما تستمطر رحمات السماء بوجودهم بيننا. هؤلاء يعني أرى أنهم أولى، لأن نحن بهم بعد فضل الله عز وجل. هذه المحبة المتبادلة ما بين المحدث والمحدث إليه يعني تعطينا هذه الدفعة أو هذا المدد بعد مدد الله سبحانه وتعالى. يعني ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. وأنا أرى في كل برنامج لنا، كلما جلست معك أشعر أنني أجلس في كل بيت وأزور كل أسرة في بلادنا العربية الإسلامية وفي بلادنا البلاد الغير إسلامية عند بيوت المسلمين في مناطق ربما لا يعرف الإنسان أين هي على الخريطة. وأنا سعيد بهذا التداخل أو بهذا التقارب، وسبحان الله نحمد الله على نعمة الإسلام الذي جمع بيننا على غير أرحام بيننا. يا سلام. جميل. بداية نقف عند الاسم عمر عبد الكافي. ماذا أم عمر ماذا عبد الكافي؟ لا أنا عمر عبد الكافي يعني أحب أن أقول خادم من خدم الدعوة، ذرة تراب في بناء الإسلام الكبير. أنا يعني بفضل الله يعني مصري عربني الإسلام، صعيدي النشأة، نشأت في أسرة يعني من الأسر المعروفة التي يعني أقول دائما كل أسرة متوازنة تجد أفرادها ينبتون بفضل الله نباتا حسنا، ونحمد الله أن رزقنا رب العباد هذه الأسرة المتوازنة وهذه القرى المترامية في بلادنا العربية والإسلامية. ولا أقول أن أنا أختص بشيء معين، ولكن أقول كل بلد مسلم وكل قرية مسلمة وكل مدينة فيها يعني مساجد يذكر فيها اسم الله وفيها أهل الخير تنبت نباتا كبيرا، ربما ساقط الأقدار إلى أن أوضع تحت الميكروسكوب أو تحت شهرة معينة، لكن كثير من سواء من علمائنا الأجلاء الذين علموني شخصيا وعلموا من في جيلنا، وسواء الذين يخبعون الآن في كأنهم الرهبان في صوامعهم يعبدون رب العباد، بهم تهبط الرحمة علينا. نعم. يعني فضيلة الشيخ، أنا أتعمد من هذه الأسئلة أن نقف مع السادة المشاهدين في وادي التقرب مع الفكر الخاص بفضيلتكم، ولا سيما أن موضوعنا في هذا الشهر الوعد الحق بين مؤيد ومعارض. هنالك من يرفض هذا الموضوع، هنالك من يقف منه موقفا محددا، وهنالك من يؤيد هذا الموضوع تماما. فيطيب لنا أن نتعرف على الفكر. وجزء من التعرف على الفكر التعرف على الشخصية. صدق. جميل. صدق. حضرتك أكاديمي النشأة العلمية، تخرجت في كلية الزراعة، كان الدكتوراه عن ماذا؟ هي كانت عن أحد الديدان التي تفتك بمحصول القطن في مصر. نعم. اسمها دودة الجوز القرنفلية. وفتكت. يعني ربنا يعافينا من كل آفات المجتمع. نحن الآن نقاوم كل الآفات التي تريد أن تعصب بمجتمعنا الإسلامي.
نعم. وهذه الآفات أخطر من هذه الدودة. طيب يعني يقال وراء كل عظيم امرأة، فماذا عن الأسرة الكريمة والزوجة المسلمة؟ لا، أنا وراء كل عظيم يعني أسرة متوازنة بعد فضل الله ونعم بالله، لأن الله قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم المنح، وهذه منح من الله سبحانه وتعالى أن تنبت في أسرة لا ترى رجلا يرفع صوته على زوجته أو العكس، تجد أسرة متوازنة، بيت مفتوح لكل من هب ودب في ليل أو نهار، لا تستغرب وجود أي ضيف في البيت في أي وقت. كان عندنا في القرية من ليس لها أب فعرسها في بيتنا، يعني إتمام العرس يكون في البيت عندنا. نعم. فبالتالي أنا نشأت وجدت هذا يعني أب بهذا المنطق، أم لم أراها إلا على كتاب الله قارئة، يعني أمامها المصحف مفتوح دائما، سبحان الله شبه متفرغة لأن تقرأ في كتاب الله. نعم. لم أسمعها مرة تغتاب أحدا. فبفضل الله عز وجل من هذا التوازن الأسري الله عز وجل يسر، ولي إخوة أفضل مني بكثير، أنا أقلهم شأنا يعني، نبتوا في هذا البيت. أيضا حاليا بفضل الله عز وجل من الله علي بالأسرة المتوازنة التي يجد رعيها أو رب الأسرة منشغل كثيرا بقضايا المسلمين، أمور الدعوة، وأمور الدعوة يعني لا يعرف الحب إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، فمسألة الدعوة وهمومها لا يدركها إلا القليل. أن فجأة أنت كالطبيب تستدعى فجأة لعلاج مصيبة بين زوج وزوجته، أوشك البيت على الانهيار، تجد الساعات طويلة لتحل مشكلة ميراث بين أفراد أسرة مشتبكين سويا، فأنت تهدئ من روع وتتحمل أذى هذا وأذى ذاك، تتحمل الاتصالات التي ربما يخوض أحيانا أحدهم فيك ويقول أنت كنت السبب في مشكلة كذا مثلا دون أن تدري ولا تعرفه من، يعني لولا أن هناك يعني بعد الله ظهر لك في بيتك، يعني كما قال الله لكريمه موسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، يجب أن تكون بيوت الدعاء قبلة أيضا، لأن الناس ينظرون إلى أولاد العالم، إلى زوجته، إلى أهله، كيف هي حركتهم في الحياة. نعم. ليست القضية هم يعتبرون أن الولد الصغير هذا يجب أن يكون عالما أو يتصرف كتصرف وهو طفل صغير. نعم. فحقيقة الأمر أن هذا متواجد، فأنا بفضل الله بعد يعني يدعو الله ليل نهار العبد، فأن أفرغ جزء من وقتي وهو بسيط طبعا إلى الأولاد، بحيث أن أنا صديق له، أنا صديق للأسرة كما أنه صديق وأخ لكل إنسان يقول لا إله إلا الله. يعني الزوجة تعلم مهمة الدعوة، ولا سيما أنها من بيت دعوين، هي من بيت علم. نعم. جدها رحمة الله عليه محب الدين خطيب، أحد يعني أرصدتنا الثقافية الكبيرة التي ظلمت في الإعلام العربي والإسلامي. ووددت أن يستيقظ الإعلام مرة أخرى لإعطاء المشاهير أو يعني من أثروا فينا كأجيال حقوقهم، لأن كثير من الكتب لا تذكر مثلا رجلا كمحمد بن القاسم الذي فتح الهند والسند وكان عنده 17 عاما. صحيح. أيضا أرى أن محب الدين خطيب رحمة الله عليه العلامة الكبير هضم حقه في أنه ما عرف في التاريخ رجل ترك بصمة يعني لا ينكرها عالم من العلماء، كل العلماء يعرفونه، أما العوام لا يعرفون عنه شيء. لو كان له مجد لاعب كرة أو سيرة فنان لكان للإسلام وجه آخر. ولهذا أثرت في هذا البرنامج أن نتحدث عن الجانب الشخصي في حياة فضل والله حتى يقترن بالبرنامج. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. كم ولد وبنت عندك فضلة الشيخ؟ والله عندي ثلاثة أولاد وبنتين، يعني عندي بالترتيب كده أحمد، هدى، ندى، بلال، عمار. ما شاء الله. نعم. سمعنا كثيرا وقرأنا عن إجلال فضيلتكم لعلمائك الأجلاء، ولا سيما منهم الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. نعم. والإمام. نعم. محمد متولي الشعراوي. نعم. وهم كثر ما شاء الله. نعم. نعم. كيف تفسر هذا الإجلال وكيف تقيم هذا الإجلال من قبل المريد للقطب أو للعلامة أو للشيخ؟ أنا رأيت بعيني رأسي صغيرا، وإلى الآن رأيت كيف أن علماءنا الكبار كيف كان الواحد من يحترم عالمه. العالم الذي علمه. نعم. رأيت الشيخ الشعراوي وهو عبر الثمانين من عمره كيف عندما يدخل عنده الشيخ محمد نايل يعني متعه الله بالصحة والعافية، وهو الشيخ الشعراوي
الشيخ محمد دكتور محمد نايل الشيخ والشيخ الشعراوي. نعم نعم ما شاء الله. عندما نزوره في معية الشيخ ترى أن الشيخ الشعراوي هذا صاحب 80 عام، صاحب هذه الشهرة الواسعة، وهو ينظر للشيخ باحترام وبإجلال، لأنه درس له البلاغة في كلية العربية في جامعة الأزهر في سنة كم 20 يعني. نعم. فرأيت هذا الأمر، رأيت كيف يجل الشيخ الغزالي الشيخ الشعراوي رغم اختلاف الفكر عند هذا وعند ذاك. يعني كان كلما زرنا الشيخ رحمة الله عليه مع في صحبتي مع الشيخ الغزالي كان يقول بعد أن تنفض الجلسة يقول والله نحن مقصرين تماما من ناحية زيارة نقل من زيارة الشيخ، لماذا يجب أن نكثر من زيارة هذا الرجل رغم اختلاف الفكر تماما فيما يظهر للناس. فأنت ترى رأيت هذا عمليا وتعلمناه فصار ملكة. وأنا أرى أن أي إنسان يقدم للناس خير لابد أن أجله ولابد أن أحترمه. جميل. فضيلتكم دائم السفر إلى أوروبا، فقد جبت العالم شرقا وغربا أليس كذلك؟ نعم. في مجال الدعوة. بلى. نعم نعم نعم. هل الشباب الجديد أو الجيل الجديد في أوروبا يعرفك حق المعرفة كما عرفك الجيل الذي سبقه والذي سبقه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا من كرم الله. وبعدين القضية ليست في المعرفة، القضية أننا نعرف الدين للناس. فنحن كلما أكرمنا دين ربنا أكرمنا الناس يعني بما لا نستحق، لأن الله من كرمه ستر عيوبنا عن الناس فما رأى الناس فينا إلا خيرا. فهذا من كرم الله أولا وأخيرا، ليس لخيرية فينا ولكن لكرم الله علينا. جميل. نعم. ونعم بالله. نعم. فضيلة الشيخ، عرفتم بالدار الأخيرة في عام منذ عام 1972 وحتى الآن، وتخصصك في الدار الأخيرة تحديدا، بالرغم من أن أسلوب الترهيب لا يقبله كثير من المشاهدين وكثير من الناس من المسلمين أنفسهم. نعم. نعم. لماذا تخصصت في هذا المجال لدرجة أن قرأنا مثلا عن أمور تتعلق بالدار الأخيرة، يقول الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله اذهب إلى ابننا عمر عبد الكافي واسأله في الدار الأخيرة. لماذا هذا التخصص في أمور الترهيب؟ لا، هو ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، مبشرا ونذيرا. آيات الرحمة تقريبا 213 آية، آيات العذاب 213 آية. نعم. الجنة 157 مرة ذكرت، 158 مرة ذكرت، النار 158 مرة. فلذلك لا أغفل جانب الترغيب مع جانب الترهيب. ولكن الناس ألفت في هذه الحياة مع دعة العصر، ألفت أن لا يريد أحد أن يكلمها إلا في الترهيب، في ما يرغبها. يعني في الجنة فقط. طب والنار يعني سبحان الله العظيم، نقول يعني ربنا يبعد عنها ان شاء الله يا رب، لكن لابد ان ادرس انا عندما اشرح ايات النار في القران وفي ما ورد من الاحاديث، ما الذي يجعل الانسان لا يذهب اليها؟ يعني ما الذي يجعلني النار لها اصحابها؟ صحيح. كيف اكون من غير اصحابها؟ هذا هو الشرح. وكيف اكون من اصحاب الجنه ايضا؟ كيف اكون من اصحاب الجنه؟ نحن لا نتكلم عن الجنه كلام اكاديمي ولا عن النار كلام اكاديمي، نحن نتحدث وفقا لكتاب الله، من انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين. تعالى نتكلم عن فضل اليتيم، عن مراعاه اليتيم. اتقوا الله في الضعيفين، ليه؟ لان لم اتق الله يبقى انا بعدته عن النار، يبقى انا طيب تعليل فضيلتك لنفور كثير من الناس من جانب الترهيب في الدعوه الاسلاميه. لا، يقولون هذا شيخ يراهب، هذا يراهب، هذا يراهب. والله بعض الناس يأتي بالترغيب وبعض الناس يأتي بالترغيب. الله عز وجل أمر كليمه أن يراغب فرعون عسى أن يهتدي، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خلاص، هذا إنسان وصل إلى قمة الطغيان، فكان لابد أن يعني سبحان الله يعني يرغبه في رحمة الله عز وجل. لكن فيه ناس الله عز وجل يبشر المنافقين، هنا هذا ترهيب، لأنه إنسان علم الحق وأنكره، ربما الثاني لا يعني لم يعرف الحق بعد فنرغبه. ففي ناس ترغب وناس ترهب، والقرآن قائم على ترغيب وترهيب. لكن سؤالك محددا، لماذا ينفرنا؟ لأن الناس لا تريد إلا أن تصف نفسها بالخيرية، لذلك لا يجب أن تتحدثها إلا عما يرغبها. لأن كما قلنا في الحلقة السابقة، لو قلت لفلان هل تتوب في رمضان هذا؟ عن ماذا؟ هذا من باب الكبر الداخلي فيظهر في فلتات لسانه كما قلنا. نعم. فهو لانه عن ماذا يتوب؟ فاذا كلمته عن النار يقول انا مالي،
وانا مالي بالنهر. وكانه ليس يعني سبحان الله، عمر الله يرضى عليه كان يضع اصبعه قريبا من النار عندما تطلي زوجته ويقول يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ هذا الانسان الذي شهد الرسول له بالخيريه كان يخاف ان يكون من المنافقين وهم اشد الناس عذابا في النار في الدرك الاسفل. استحلفك بالله يا حذيفه اسماني لك رسول الله؟ فالمساله هنا يعني ليست بالبساطه. اذا امر الترهيب وارد في امور الدعوه الاسلاميه، لابد من ترهيب وترهيب. الرسول بشير ونذير. هذا الكلام في جنه، عدد ايات الجنه، عدد ايات النار، عدد ايات الرحمه، عدد ايات العذاب. والله عز وجل خلق لكل مخلوق مكانا في الجنه ومكانا في النار. لكل مخلوق، لكل مخلوق. فمن اتقى الله ذهب الى الجنه وورث مكان الكافر فيها. هم الوارث، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها. سوف ناتي لهذا الميراث الحقيقي. ومن يذهب للنار ايضا ياخذ مكان المسلم الذي ذهب الى الجنه. والعياذ بالله. ربنا يقول عن نفسي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي والعذاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. فاين اذهب بهذه الايات؟ اتغافل عن ايات العذاب؟ لا. وإذا طلب منا أن نوقف البرنامج مثلا أو ألا نتحدث في جهنم وأهوالها كثيرا، والله يأتوني بنسخة مصحفية ليس فيها عن النار شيء وأنا أتوقف، لكن القرآن فيه جنة ونار، فيه رحمة وعذاب. بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ، عرفتم فضيلتكم منذ عام 1970 بأنكم لا تقومون بالتحضير لخطبة الجمعة، وعرف عنكم أيضا أنكم تحضرون جيدا للحديث في الدار الأخرة. نعم. فلماذا؟ هو الموضوع الوحيد الذي أجهز له هو الحديث عما بعد الموت. لأن ما ذهب أحد وأتى ليخبرنا، وليست الأمور هنا اجتهادية. نعم. ليست أمور اجتهادية، وإنما الأمر هنا قائم على آيات من كتاب الله ونصوص صحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح عن رسول الله. فهنا الكلام ليس فيه اجتهاد. لا أقول أصلا أنا أتصور أن عالم البرزخ كذا، وأنا أتخيل أن لا، ما فيهاش تخيل. ومن هنا يأتي إنكار المنكرون له. الله يرضى عنك. لكن لا، القضية ليست تخيلات وليست شروح وليست مبنية على عقل، حقائق. لا، حقائق من الكتاب والسنة. وعذاب جهنم والنار حقائق من الكتاب، وسوف نرى كيف أنها حقائق قائمة. هنالك من يقول أنت لم تذهب لترى الصراط بأنه أحد أرفع من الشعر وأحد من السيف. عظيم عظيم عظيم. والله عين رسول الله ولسان رسول الله أفضل من عيني وأصدق من لساني، وهو لا ينطق عنها. فعندما قال هكذا، وأنا أقرأ كل يوم على الأقل 17 مرة، أي يعني أمارتين كبيرتين مما بعد الموت، ولم مالك يوم الدين لتذكرنا. يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين. فإذا هذا أمر عما بعد الموت. هذا أمر اهدنا الصراط المستقيم. من هدي الصراط المستقيم في الدنيا يصير على الصراط يوم القيامة فينجو. يقولون إن الأخبار التي نقلت إلينا لتحدثنا عن البرزخ وما فيه أخبار آحاد. لا، الآحاد نعم قد لا يؤخذ بها في مجال العقيدة، ولكن الآحاد قد تقويها آثار أخرى، ولكن سوف نري ونشرح للإخوة المشاهدين والمشاهدات نصوصا واضحة من الكتاب والسنة موثقة. وذلك وجب التحضير في هذا. لكن الى الان انا لا احضر، لا عندما اتي اليك في هذا ديننا ولا في غيره، وانما عندما نرى الوجوه الباسمه المنشرحه المقبله على الله وهذه المحبه والدعاء الصالحين، ينطلق لساني بما يعجز الانسان عن التفكير فيه او الترتيب له. ونعم بالله. وهذا كلام غير علمي لانه خارج اطار العلم. الامور مع الله سبحانه وتعالى لا تقاس بهذا المنطق العقلي. والله يعني ليس بعد العين اين فمن دق عرف. نعم. صحيح. الدار الأخيرة منذ ما يقرب من 35 عاما، ما الجديد الذي يكون في الوعد الحق لقناة الشارقة الفضائية هذا العام؟ النصوص كما هي. نحن عندنا محمد ابني محاور ثلاثة، أو يعتبر في مثلث ذو رأس وقاعدة. نعم. هناك نص. نعم. وهناك واقع، وهناك إنزال الواقع على النص. نعم. النص على الواقع. يعني هناك نص وواقع، ثم المحور الثالث انزال النص على الواقع. النص على الواقع. كل العلماء يعرفون النصوص. نعم. وكل العلماء يعرفون الواقع لانه يعيشونه، ولكن ليس الكل يستطيع ان ينزل النص على الواقع. فقد يكون نصوصي النزعه يتوقف عند النص، قد يكون ظاهري المذهب كابن حزم فيقف عند ظاهر النص. لكن نحن في الجديد فيما نقدمه في الوعد الحق
أن واقع الأمة تغير في الثلث قرن الأخير، نعم، في الثلاثين عام الماضية تغير واقع الأمة كثيرا، والتغير أصبح سريعا، نعم، أصبح رتم التغيير سريع، والناس أصبح الغفلة فيها أكثر. يعني أصبحت الغفلة نتيجة التقنيات الحديثة. أصبح زمان كان الناس إذا جفت أو يعني قحطت الأرض من عدم هطول السماء يعني يذهبوا لصلاة الاستسقاء، نعم. أما الآن إذا انقطع الماء يقول لك قانون ندرة الماء، قانون كذا، ونشغل نفسنا بالقانون ولا نشغل نفسنا بصلاة الاستسقاء. فبالتالي مع التقنيات الحديثة أصبح العالم الآن يستطيع أن يعمل أمطار صناعي، مطر صناعي لبعض الأماكن التي لا ينزل فيها المطر وتأكدت أن تهلك الزراعة. نعم. فيظن الإنسان أنه استغنى بعلمه عن خالقه. فنحن في الوعد الحق سوف ننبه ونوقظ الغافل وننبه الذاكر ونعينه إن شاء الله وبإذن رب العالمين. ثم يعني إذا كان رحلتي لمدة أسبوع أخذ الزاد الذي يكفيني أسبوع، وإذا كانت الرحلة لمدة شهر أخذ ما يكفيني لشهر. طب وإذا كانت الرحلة لا نهاية فماذا أعددت لها؟ هذا السؤال. هذا هنا ما هو الزاد الذي سوف نأخذ؟ يعني أول الأسئلة المتواردة لنا جميعا مع الإخوة الزملاء الدعاء والعلماء، أول ما يموت متوفى في بيت، أول ما يموت ميت، أول إيه سيدنا الشيخ اللي يصل له؟ هل قرأت القرآن تصل؟ هل الذكر؟ هل الصدقة الجارة؟ هل من مالي؟ هل من مالي؟ طيب بدل من كله أنا أقدم رصيدي أنا بنفسي، فلا أضمن ربما ابني بعد موتي يذكرني شهر شهران ثلاثة، إن كان بار سنة سنتين، بعد يكبر يتزوج يشغل بأولاده، يا أبوي الله يرحم أبوي، يذكرني الإمامة سبحان الله. لكن نحن نريد أن ننبه أنفسنا أن يعني نذكر هذا المشهد يوم القيامة عندما يقول يعني يا بني، تقول الأم يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا أمه أنا أشكو مما أنتم مني تشكون، أليس عندك أنت من حسنة؟ يوم يفر المرء من إيه؟ أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، ما هو الشأن؟ عملوه في الدنيا وجزاءه في الآخرة. فنحن نريد أن نركز على هذا، هذا ما سوف نوضحه ونقدمه كي نتنبه، لأن الناس شغلت عن الله عز وجل، شغلتها النعمة على المنعم، شغلتها الدنيا عن الآخرة، شغلت يعني قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ما عندهمش وقت كمان يستغفر، يعني أعطيك توكيل للاستغفار عشان أنا مش فاضي استغفر، ما عنديش وقت، هكذا قال بنو إسرائيل. فإحنا يعني الآن ربما هذه النغمة تتصاعد في هذه الأونة، كثرة الأعمال والأموال والسفريات والتجارات والاقتصاديات، شغلت الناس عن الله. يعني أصبح الآن يشار إلى الرجل بالصلاح عندما نكتفي أن نراه في صلاة الصبح في المسجد، هذا الرجل من الصالحين. يعني نجلس في المسجد هكذا فقط ونترك الأعمال؟ يعني هو يصلي بس، يصلي وينفض، يعني إذا قضيت الصلاة حتى الجمعة وهي فريضة تنتشر في الأرض بس، لا تعطل دولاب الحياة. الآيات الآخرة في هذا العدد آيات سبحان الله، العبادات 110 آية سبحان الله، القرآن آيات إعمار الكون ثلث القرآن، فإعمار الكون بس من داخل نظرتنا للآخرة. آيات العبادة 110 آية فقط في القرآن، فقط في القرآن وإعمار الكون والعمل الحياة أكثر من 2000 آية ثلث القرآن. الله أكبر. طبعا. لأن إعمار الكون يختلف عن من يعمر الكون ابتغاء مرضات الله، وعن من يعمر الكون لكي يستولي على الكون. يعني أنا بما أتاني الله من عقل وعلم أنا أريد أن يعني إيه أن أحوز الدنيا بحذافيرها في عندي. نعم. سبحان الله. لكن أن أعمر الكون لمرضات رب الكون، هذا هنا الفرق. هنا هذا ما سوف نوضحه بأمر الله إن شاء الله. وأنا أنقب عما كتب عن فضيلتكم، وقفت أمام قصاصة في عام 1989 إن لم تخن الذاكرة، مع ما عرف عنك من اسمح لي في هذا المصطلح الإنجليزي من كاريزما إعلامية، المصطلح باللغة الإنجليزية كاريزما، عينان واسعتان وصوت جهوري وملامح حادة فيها قوة وصوت فيها قوة فيه قوة، لدرجة يعني أني ما تخيلت أنك لا تستطيع أن تكمل موضوعا ما، فإذا بي أفاجأ بأنك لم تستطع إكمال دركات النار في منبر أسد بن الفرات في عام 89. حدث هذا. أذكر أن عندما بدأنا للحديث عن الموت وما بعده كان بفضل الله ألاف المصلين وهم موجودين في المسجد، بدأنا الأول بحلقات الكلام عن النار، لا، لننهي الحلقات عن الجنة. الجنة كنت أنوي أن تأخذ النار 10 حلقات، لا، والجنة كذلك. بعد الحلقة الرابعة
وأنا في طريق من المسجد إلى عائدا إلى بيتي رأيت هذه الأعداد الغفيرة وهي عائدة. تصل إلى 50,000 مصلي تقريبا بهذا المنطقة. ما كنا نسمع هنالك اتفاق بينك وبين إدارة مرور محافظة الجيزة لتنظيم مواقيت الصلاة ومواعيد الصلاة. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله ما زلنا على ود. الحمد لله. الحمد لله. كان أرى في وجوه الناس يعني رعب عجيب. الناس خرجت من المساجد كأنهم خارجون من قبورهم بالانفعال الشديد بالحديث عن النار. وناس في يعني كان الاول كنت اعلم المريدين دائما على مدى السنين انا بعد الخطبه بعد الدرس وبخروج وانتم خارجين يعني تحدثوا في 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 الموضوع نفسه. الشيخ ركز هنا الشيخ لم يركز الشيخ كان الواجب يزوج كان وهكذا فيكون زي منتدى ثقافي في العوده بدل ما يتكلموا في الموضوع لحتى يعيد صحيح الاستذكار تذاكر. فرايت الناس في حاله من الهجوم العجيب الناس وكان يعني اصابها على رؤوسهم الطيره وهي سلامة. لا أحد يتكلم. سلام. أنا شخصيا لم أحتمل أن أكمل حلقات النهر فتوقفت وقلت يا إخوة أنا لا أستطيع أن أتحدث في بقية الصور العذاب في النهر فنبدأ في الجنة وتحدثت عن الجنة يمكن في 13 حلقة تقريبا. حتى الكلام في النار صعب لا جداً تطيقه النفس جدا لأنه كلام لا يرد للإنسان أن لما سوف نشرح للإخوة المشاهدين والمشاهدات عن الغسلين والزقوم وده شيء الطعام والشراب واللباس لا تخيل انسان لا تخيل انسان لا لا لانه كان مفتري في الدنيا. اصل واحد يقول لك يا اخي ربنا غفور رحيم لمن اراد ان يرحم يا اخي ده في ناس بتظلم الناس طوال حياتها. في انا اعرف والله اناس رجال ونساء مظلومين على مدى 50 سنة من حياتهم من يعوضهم يا اخي؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن أراد أن يستغفر. لكن في ناس بتصر في ناس بتنكر وجود الله في ناس بتنكر الدين في إلى الآن مسلمين يقولوا ما فيش شيء اسمه حجاب للنساء مش يعني يا أخي يرد الأمر لو قال له مدير شركته أن الشمس أصلا تشرق من الشمال مش من الشرق لقال نعم. لابد أن الحديث عن النار حديث صعب ولكن لابد من تضل أنه في كتاب الله. عمر بن عبد العزيز كان يأتي بالعلماء كل ليلة ويبدأ كل عالم بعد أن ينيم أحدهم بينهم واحد ينام في مجلس عمر مجلس الحكم ويتحدث كل واحد عن مرحلة من مراحل الموت. واحد يتكلم عن أن ملك الموت جاء إليه الآن ليقبض روحه وتفاصيل بما عنده من علم كتاب وسنة. الله أكبر. ثم الآخر يتحدث عن أو دخل البرزخ في القبر ويتحدث عن ما في القبر. الآخر يتحدث عن هبوعث يقول كنا نقوم من مجلس عمر كأنما بعثنا من قبورنا. يا الله. يبقى إذن القضية أن الله. إحنا لابد أن نذكر الناس بما بقى. يعني أنا فجأة سوف أغادر هذه الدنيا طب ماذا بعد؟ هذا التساؤل بس. فأريد أن ننبه على هذه القضية خطير هذا الكلام. نعم. وذكر من أصعب الموضوعات النار ودركات النار والعياذ بالله رب العالمين. ربنا يعيذنا وإياكم المشاهدين في هذا الشهر الكريم منها. ولذلك أقول للإخوة والأخوات في بداية الشهر الكريم فرصة قليلة الشياطين فلا نكن نحن شياطين. لا داعي أن نكون نحن شياطين. الدنيا غالبة يا شيخ لضعف الإيمان عندنا. يعني ماذا يقول على هذا تربينا. معلش كما سوف نقول ما قاله الأولون إنا وجدنا أباءنا على أمة. أنا توقف وإلا لو سار الصحابة على ما سار عليه آباؤهم لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لطبيعة العمل الموجود الآن. لا الإنسان يجب أن يبحث دائما عما ينجيه يوم القيامة. نعم عما ينجيه يوم القيامة حتى في العمل في كل شيء في كل حركات الحياة في التعامل مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران في كل خطوة ما الذي يجب أن أقوله ما الذي يجب أعمله يعني أقيس. فمن اضطر غير باغ ولا عد فلا يفعل. هذه الضرورات يقيسها العلماء ولا يقيسها صاحب الضرورة فإن صاحب الحاجة أرعى. يعني يقول لك يا أخي مدير في مؤسستي عليه أمر ما ربما يكون مخالف للشريعة هو مضطر لتنفيذ هذا الأمر ضرورة. لا عليه بفقه الأولويات وفقه الموازنات يسأل أهل العلم لأن المسألة يا أخي كل مسؤول في العالم له مستشار إعلامي ومستشار قانوني ومستشار مالي حتى صاحب المؤسسة البسيط له مستشار قانوني يرفع القضايا وكده ما وجدنا مستشار ديني يقول له هل هذا الموضوع حلال أم حرام ما وجدنا. هذه مصيبة. وكان الدين لا يهم يعني ما نحتاج مستشار في الدين. لا كلنا نتحدث في الدين معلش كلنا مستشارين دي مسألة أخرى خلاص يبقى حلت القضية. حلت القضية
حضرتك. وربنا رب قلوب. ربنا رب قلوب، وقلوبنا لو نظرنا نحن لاستعذنا بالله من قلوبنا. سلم يا رب. الله. إلى هذه الدرجة ترى الصورة قاتمة؟ هي الصورة ليست قاتمة، لكن المعاملات بين الناس يعني سبحان الله. أبو ذر رضي الله عنه كان في سنة 36 هجرية يقول: كان الناس وردا لا شوك فيه، وصاروا اليوم وردا لا شوك فيه. لكن لسه يعني الطبعة الأولى، طبعة الخيرية. صحيح. فما بالنا نحن. الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم، راحلة يعني واحد من أو يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. برغم ما تغلغلتم في الدار الأخيرة وفي آيات العذاب وجهنم ودركات النار والعياذ بالله، وأنواع وأشكال العذاب وطعام وشراب ولباس أهل النار وحالهم يوم القيامة وهم فيها خالدون أو لابثين فيها أحقابا، وبرغم أنك لم تستطع إكمال دركات النار في أسد بن الفرات ونزلت واكتفيت بهذا وحتى إلى جانب الجنة، إلا أن نراك باسم الثغر، بشوش الوجه، بهي الطلعة، متبسط هكذا، مقبل المتفائل، مشرق على الحياة. ما سر هذا؟ لأن الله عز وجل أكرمني وأكرم كل المشاهدين بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة دون أن أسأله. أنا ما سألت ربي أن أكون مسلما، أنا نزلت من بطن أمي مسلما، فوجدت بين عائلات وأسر مسلم ومجتمع مسلم، وتنقلت بين مسلمين، وأذهب إلى كل مكان أشعر أن هذا أخي وهذه أختي وهذه أمي وهذا ابني وتلك ابنتي. فالتفاؤل لأن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل لنا يعني من يمثل الشرع، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا متفائلا. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما رؤي إلا بساما بين أصحابه، ما قطب جبينه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. هكذا نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتفائل، وبالعكس أنا يعني أنا أشيع التفاؤل في من حولي، لأنني أكره تقطيب الجبين. أنا سألت مرة رجل عنده 60 سنة، زوجه تشكو منه أنه لا يصلي، لا يذهب إلى المسجد. قلت له: آخر مرة متى صليت؟ من 55 سنة. منذ عمر 5 سنوات. أتدري ما السبب؟ ما يذكر الرجل من 55 عاما أنه دخل المسجد يصلي مرة فقبله أحد مقطب الجبين هؤلاء، فنهره وقال: صلي آخر الصفوف. قال: خرجت فلم أعد منذ 55 سنة. سلم يا رب. لو كسبه وربت عليه لكسبنا مصليا طوال هذه المدة. طبعا لا نقول أن هذا يعني تمادي من الرجل، لكن هناك أسباب. يجب أن نكون نحن مفاتيح خير مغاليق شر، والبسمة تفتح قلوب الناس. طيب، تفاؤل هكذا. نعم. برغم أن فضيلتكم لم تكملوا هذا الموضوع في عام 89، هل لديكم الرغبة الآن لإتمام هذا الموضوع؟ والله نسأل الله السلامة أن احنا عايزين نوضح يعني كيف يعني نعمل على عدم دخول النار. لأن أصل القضية مش أنا لا أريد أن أتحدث عن النار، أنا أريد أن أتحدث عن النار التي أشعرناها نحن على أنفسنا في الدنيا بالبعد عن الله وبالنسيان الآخرة وبغفلتنا وشغلتنا أموالنا وأهلنا، فهذه هي المصيبة. فأنا أريد أن يعني بقدر ما يسر الله لنا في هذه الحلقات أن نطرق على أبواب المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، يعني إن شاء الله وسوف تفتح بمشيئة الله، لنوضح ما الذي يجب أن نعمله. وإذا ربما تكون هذه إجابة على تساؤل مفاده: هل نحن بحاجة اليوم إلى الوعد الحق؟ نحن في أمس، هذا هو الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه، إلى الوعد الحق. كيف؟ سوف تتكشف لنا أهوال غريبة أو عجيب من ما نفسره إن شاء الله من الكتاب والسنة، تري أنه يجب أن يتنبه الإنسان. لأن الخطيئة خطيرة في إيه؟ الناس نيام في الدنيا، فإذا ماتوا انتبهوا. العكس. فإذا انتبهوا ندموا، ولن ينفع ندم بعد العدم. يعني مثال، نفرض أنا الآن اسأل أي سؤال للإخوة المشاهدين ونحن في أول يوم في هذا الشهر الفضيل. نعم. قل له: يا فلان، لو جاءك الآن قبل المغرب ملك الموت وقال، اخترق الباب وظننت أنه سائل يعني، فتح، تخيل يعني أنا ملك الموت، هل تذهب معه أم تقول له انتظر حتى يمر الشهر، حتى أقل صعبة؟ طب مرت سنوات، مرت عقود، مر على كل واحد منا 40 و50 و60 عاما، فلماذا لم نتجهز إلى الآن؟
هذا هو نعم. مفاد الوعد الحق. نعم. تعليق فضيلتكم على هذا الاسم الوعد. والله هذا اسم يعني نعم الاختيار، لأنه من كتاب الله عز وجل، وحتى إن وعود الناس كلها للأسف إلا ما رحم ربي صارت كاذبة، ولكن الوعد الحق الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى الحق، وهو الذي سوف نراه حقيقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الملائكة حق، وأن البعث حق، وأنك أنت يا رب الحق. فالوعد الحق اسم جميل واسم على مسمى، ولعل الله أن يسر لنا أن نوضح للناس حقيقة الوعد الحق بأمر الله تعالى. إن شاء الله. هناك السؤال يعني على خاطري وفضيلتكم تتحدث، هو أن موضوع الدار الأخيرة من الموت والوصية والمرض قبلهما وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، كتب فيه مؤلفات كثيرة وعلماء أفاضل وإما أفاضل، الإمام القرطبي والغزالي عليه رحمة الله، والمؤلفات كثيرة يعني ربما أشد تأثيرا لا على قلوب الناس التذكرة للإمام القرطبي. لماذا اشتهرت فضيلتكم بهذا الموضوع، هذه الشهرة الواسعة في هذا الزمن البسيط؟ أنا والله ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المخلصين. وأنا من أين جئت بهذه الأمور إلا من علمائنا الكبار هؤلاء الذين تركوا لنا هذا الخير الكبير، والذي ربما آثر به بعض العلماء أنفسهم، وما آثرت به نفسي، وإنما قلت لا بد لي أن أوضح هذا الأمر للناس حتى يصير يعني ما عندنا من خير عند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نعم. إذن فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، في موضوعنا الوعد بالحق سوف نتناول مجموعة من المحاور، منها مرض الموت و الوصية قبل مرض الموت، الوصية من الآن، الوصية يعني من الآن يعني يجب لذلك سوف نسبق في الحلقات الأولى بالوصية في عندما نقول لأحدهم يعني أوصي يقول أنت تفول علي، أنت تتمنى للنهاية، تتمنى لا لا يتمنى أحدكم إلا ووصيته عند رأسه، وربما يحبس الإنسان في العذاب مدة لأنه ما كتب وصيته قبل أن يموت. نقول أكتب وصيتي تقول الزوجة بعد الشر، لا 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 يجب أن يكتب الإنسان، لا يتمنى أحدهم إلا وصيته عند رأسه. والقضية لما تتكلم مع موظف مسكين على الوصية يقول لك أنا ما عندي شيء، يا عمي الوصية لا تخص المال، المال ده أحد بنود الوصية، لكن الوصية موضوع خطير، لابد أن كيف وكم من أناس ضاعوا في الآخرة لأن كان في وصيتهم مخالفة شرعية. إذن الوصية مرض الموت، علامات الساعة الكبرى. نعم. والصغرى، الصغرى الأول وبعدين الكبرى. نعم. البرزخ وبعدين لا نزع الروح، نزع الروح. الموضوع ده موضوع كبير، يعني الناس تسأل طب يعني ملك موت لما نازل ده في ثواني، يقول لك ده كان يشرب كوب الشاي ها ومال برأسه هكذا، لا المسألة ده بالنسبة لنا بالنسبة له هو اخترق حاجة الزمان والمكان، وموضوع كبير الموضوع. وماذا البرزخ؟ ثم البرزخ عالم القبر وما فيه، وهل أهل القبور يسمعوننا وهل يشعرون بنا وهل تصلهم أخبارنا وهل يتساءلون وهل إذا جاءت روح جديدة إليهم هل يتطبون، والبرزخ بالنسبة للذي تحطمت به طائرة والذي غرق في البحر فأكلته الأسماك أين برزخه أين قبره، هذه أمور يجب أن الناس تتساءل. والعذاب والنعيم الموجود به، والإسلام هو الدين الوحيد بفضل الله الذي يجيب عن أي سؤال، أي سؤال ولكنك سوف نعترضك في هذه الإجابة فضيلة الشيخ. نعم. أنا أحتشد تماما لكي أعترضك في هذه الإجابة. يعني. نريد من المعترضين يعني المعترضين المحبين. بارك الله فيك. ونفخة البوق وعدد هذه النفخات. كيف أن الناس في النفخة الأولى، يعني كيف أن الله وكل ملكا سبحان الله ما ارتد إليه طرفه، يعني لم يغمض عينيه تماما كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يخشى أن يرتد إليه طرفه فيأمره الله بالنفخ في البوق. فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ماذا يقول ميكائيل وهو ينفخ بوق ساعته، وهذه العظام المتناثرة والبقايا إسرافيل، هو إسرافيل الله عليه إسرافيل نفخ البوق، فمنذ آدم إلى أن يرث الله المليارات هذه تقوم سبحان الله، فإذا هم قيام ينظرون كل ما هم هذه البشرية كلها آدم إلى آخر بني آدم خيام ينظرون يتوجهون إلى مكان الحشر، البعث والنشور، البعث والنشور ثم تطاير الصحف ثم الحساب. نصب الحساب نصب الموازين، وهل هو ميزان واحد أم موازين كثيرة، من الواقف عند الميزان ليعلن النتيجة، كيف أن كل إنسان يقف أمام الميزان ليوزن له عمله منفردا، كل شخص كل بني آدم يقف وكل امرأة يقف أمام هذه المليارات ليحاسب، والآدميون خلفه
كله يشاهد ويسمع ويسمعون. لا نحاسب في وقت واحد؟ لا 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 لا, لا. تطول يوم طويل. كم ما أدراك ما يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين. يعني يوم الدين هذا يوم يعني سبحان أمر يفوق التخيل البشري. وتقترب الشمس من الروس لأنها تركت مدارها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لا الشمس في مدارها ولا سبحان الله. نعم. نعم. والصراط. الصراط وما عليه من عقبات وعليه كلاليب كشوك السعدان والنار مضروبة تحتها. وإن منكم إلا واردها. يعني كل عابر على الصراط والعابرون على الصراط أقسام ثلاثة سوف نوضحها. وحوض الكوثر. ثم حوض الكوثر والشاربون منه. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات من أهل من شرب منه إن شاء الله فقد رضي الله عنه. وهناك من يذودهم تذودهم الملائكة عن حوض الكوثر. يعني تطردهم. فينهض النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند ربه. يقول الله يا محمد لا تفعل إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. عملوا نسخة جديدة من الإسلام على غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الناس النار وأنواعها. النار وما فيها من دركاتها السبع والعياذ بالله. جهنم والحطمة والأضاء والسقر والهاوية والسعير والدرك الأسفل وهي أسوأها. وكل نار تشتد عن النار التي فوقها بمئة ضعف. كل نار تشتد بمئة ضعف عن التي فوقها والعياذ بالله. وهي سوداء أم حمراء أم بيضاء. أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت ثم ألفا أخرى حتى بيضت ثم ألفا أخرى حتى سودت فيها سوداء كالليل البهيم. لذلك هي تحت الصراط مظلمة لا يضيء للمرء إلا عمله. هذا الكلام اللي عايزين نوضحه. إحنا مش كلام على الأخير عشان ننقل الناس للغيبيات فقط. لا. احنا نريد ان نؤمن بالغيب كما نؤمن بالغيب كما امر الله ولكن نوضح ما الذي ينجينا من هذا الامر. يعني كيف اسير على الصراط وفيها طعام وشراب ولباس النار والعياذ بالله رب العالمين. نوع من الشراب ونوع من والعياذ بالله بالقطع ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ايضا بس يعني. ولكن ما ورد في كتاب الله نوضحه ان شاء الله بامر الله تبارك وتعالى. نعم. ثم النجون من النار. النجون من النار واخر انسان ينجو من النار كما كلمنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا هنالك في الامر انفراجة. طبعا يعني بس النجون من النار كل مؤمن موحد مات وعليه ذنوب فلم يتب منها قبل أن يموت يعني. نعم. فأخذ نصيبه في النار ثم أخرجه من النار كل من قال لا إله إلا الله. ولكن الكارثة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هنا المشكلة يعني مش اليوم بألف سنة ويقال في الآخرة بخمسين ألف. يعني إذا جلث يوما في النار فالعبد لابد له من مراجعة حساباته. هذه خطورة الوعد يعني الحق. ليس يوما كهذا الذي يوما عند ربك. لا أيامنا هذه انتهت. أيامنا هذه علشان الشمس والقمر خلاص انتهت. حتى أهل الجنة لما ربنا يكرمنا جميعا والعباد المؤمنون الموحدون يدخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الجنة ليست هناك سماء سقفها عرش الرحمن. فانظر إلى كرم الله. لا توبة في جهنم. إذا ذهب العبد إلى النار يتوب. لا. الإنسان يغلق باب التوبة عند ظهور أول علامة من علامات الساعة الكبرى. وذلك خطورة الوعد الحق في هذا الكلام. الساعة الصغرى لما تظهر باب التوبة مفتوح. العلامات الساعة الكبرى عندما تظهر أغلق. لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى. يعني إذا الناس فجأة استيقظوا وجدوا الشمس من الغرب أغلق باب العمل. غلق باب العمل طبعا وفي الدنيا طبعا الله. مش ربنا اعطانا علامات الساعه الصغرى عشان ننتبه تبقى. نعم فخلاص اول ما تيجي اول علامه من علامات الساعه اغلق الباب. عامل زي ايمانه في العبد امنت خلاص بالذي امن الان وقد عصيت اغلق الباب. والمسلسله بالضحك هذه يكلمنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر رجل يخرج من النار ويكرمه الله يعني خطوة خطوة إلى أن يقربه من الجنة. وسوف يعني بإذن الله رب العالمين نكرم يعني أنفسنا المشاهدين بشرح هذا الحديث الذي سمعه علماء الحديث المسلسلة بالضحك لما رواه ابن مسعود ضحك. وأخيرا ينتهي بنا المطاف إلى الجنة. وهذا لن نترك الناس إن شاء الله إلا أن نوصلهم إلى هذا المكان بإذن الله على الأقل قولا وهم يعني عمل الجنة وما فيها من حور والنور والأطيار والأشجار والأنهار والنعيم المقيم
وكما وضحها صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موعد القيامة اقترب يا شيخ؟ لا يعني أولا موعد القيامة اقترب من الزمن، يعني الرسول قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال اقتربت الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أنت محمد علامة من علامات الساعة. كيف كيف لا أفهم كيف يسألونك عن الساعة في أيان مرساها؟ نعم فيما، ويسموها علماء القراءات هاء السكتة. صحيح يعني. أنت من ذكراها، أنت يا محمد علامة من علامات الساعة. الله أكبر. هل هناك رسول بعد رسول الله؟ لا. أو دين بعد دين الإسلام؟ لا. أو كتاب بعد القرآن؟ لا. خلاص نحن آخر الأمم، فضل بس الشمس تطلع من الغرب في إيه؟ في إيه؟ ألم ألم يعني ألم تنزع البركة من الوقت؟ ها؟ لا يستمع إلى العليم ولا يستحي، ألم يخون الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن؟ ألم يكذب الصادق ويصدق الكذب؟ هذه كلها علامات في صحيح البخاري ومسلم أوردها رسول الله من علامات الساعة الصغرى، كلها نعم. تقريبا قد ظهرت. نعم نعم، وسوف نوضحها تفصيلا. على أي حال هذه كانت بمثابة تمهيد واستعداد نفسي لنتعرف على جانبين مهمين. نعم. الجانب الأول الجانب الشخصي لفضيلتكم وما به من فكر، حتى نكون في وادي التقارب مع جميع السادة المشاهدين. ونحن ما تكلمنا عن الفكرة، لكن أنت تكلمت معي عن الأولاد وتعالك الخير وبركة إن شاء الله. الفكر سوف يظهر في إن شاء الله بإذن الله في طيات البرنامج إن شاء الله. أن يكونوا معنا أيضا وهم مستعدون لبدء حلقات الوعد الحق من غد بأمر الله تبارك وتعالى. نعمل لهذا اليوم. شكرا. نحن نريد دعائهم لنا بالتوفيق في هذا وفي غير إن شاء الله، ونحن ندعو له بظهر الغيب. ونعم بالله. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام، مع لها دعوة من خلال هذا البرنامج مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، لنعمل لهذا اليوم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. نلقاكم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى في الساعة 4:30. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم.